قيس سعيد دونك بعد الثوره مشى في قوات تونس الحره اللي هي اقصى الوطد اللي ما انتماش حتى الوطد الموحد اللي ما انت مشى فيه شكري بالله. شنو من بعد بيريود وقت اللي تم اغتيال الشهيد شكري بالعيد اجتمعنا مع بعضنا على اساس امكانيه كيفاش نجموا نتمكنوا من السلطه او مش كونوا واضحين. تمكنوا من السلطه؟ اي في اطار الفراغ السياسي اللي وقع. بنا طريقه. هذا مش انقلاب. لا الناس تدخل للمعتمديات وتبدا بالمعتمديات وطالع الولايه وطالع كذا، معناتها على اساس مفهوم الثوري الحقيقي. الثوري معكم سي قيس سعيد. المد الثوري. لكن من بعد ما راعني عندي حكايه ستة شهور يكلمني صاحبي العمري ربي يفرج عليه. ربي يفرج عليه. يستدعاني في قاعده مش نقعدوا مش ندعم قيس سعيد رئيس الجمهوريه. هذا عام قديش؟ هذا عنده ستة شهور قبل ما يدخل الحبس. اه واضح. شكون معاكم في اللمه؟ قال لي راهو معايا شو اسمه نتاع الكنوز ماهر ماهر زيد ماهر زيد وعماد دغيج. الله اكبر خد شكون؟ عماد؟ وعماد دغيج وكذا. لا 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 مثبت قيس سعيد. قال لي قيس سعيد. اي وشنو العيب في انه عماد دغيج وماهر زيد مرشح روابط حمايه الثوره المقبوره اليوم؟ اه تقصد هكا؟ واللي سيد هذا يدعمه. ها وين يلتقيوا معناتها ها وين الاكل الثوراجيه ولو انه راهو حتى اصحابه عماد دغيج ولا راشد الخياري نكروا فيه راهو. نكروا في شكون؟ نكروا في السيد هذا.